Thank you.
احنا نفتقر لها يعني. وحضرتك على اعتبارك مختص دقيق في هذا المجال نوهت الى هذه النجوم والتعرض بشكل كبير من قبل الجيوش الالكترونيه في دول العالم. الحقيقه احنا متعلمين في العراق بلد الصراعات على الجيوش العسكريه، يعني ممكن الجيوش العسكريه هي التي تودي بحياه اشخاص واضرار ماديه وبشريه، ولكن الحقيقه ما تفضلت انه العراق بعيد عن هذا الموضوع، ليس لانه في مأمن المحمي نفسه من الجيوش الإلكترونية، ولكن العراق بعيد لكونه بعيد عن الرقمية، بعيد عن خزن البيانات في سيرفرات والحوسبة السحابية الكلاود. حقيقة كنت أتمنى تتطرق إلى هذا الموضوع إذا باقي وقت بمحاضرتك، إنه إحنا الجامعة التقنية الشمالية بدأت بثورة رقمية خاص بكل طالب يتضمن والماستر شيت والدرجات وحولت جميعها إلى إلكتروني. فالحقيقة إذا نحن أيضا كجامعة ومؤسسات تعليم منظمة آيركس الأمريكية في هذا المجال في تقنيات الأمن السبراني. وأيضا في آخر زيارة لأمريكا صارت اتفاقية تعاون مع جامعة ساوث كارولينا بمنح وفتح دورات خاصة تمنح شهادات للمختصين في الأمن السبراني بالتعاون مع جامعة ساوث كارولينا الأمريكية، اللي الشهادة راح تكون معترفة بها من الجهتين، من أمريكا وأيضا من العراق، واللي مركزها الرئيسي راح يكون في الجامعة التقنية الشمالية. certificate نسميها شهادات مزدوجة من الجامعة التقنية الشمالية بالعراق وجامعة ويست فرجينيا في أمريكا. فإن شاء الله هاي الوجبة هي الوجبة اللي نفتخر بها واللي تكون نواة تخدم العراق بشكل عام ومحافظاتنا بشكل خاص.
لاحظوا العراق وحشة من لون الأحمر. دكتورة على هذه اللحظات القيمة، وأيضاً إحنا فخورين بوجود أمثالك من هذه الكوادر المتميزة في هذا التخصص الدقيق، واللي أخذت على عاتقها أهمية ومسؤولية تبني فكرة استحداث القسم منذ البداية. فكانت النواة بدأت منكِ بالجامعة التقنية الشمالية في الشبكة التقنية الهندسية. الحقيقة راح نطلع بتوصيات مهمة مثل ما تفضلتي. دائما احنا التوصيات التي نخرج بها من مؤتمراتنا وملتقياتنا نرفعها الى الجهات ذات العلاقة، عسى ولعل ان تلاقي الصدر الرحب وتتبناها الفكرة، لكون مثل ما تفضلتي نحن مقبلين على حروب في الفضاء السبراني، فلازم اكو تخطيط لمواجهة هذا الامر الخطير. فان شاء الله بتوصيات الملتقى نخرج بهذه التوصيات المهمة جدا ونرفعها الى الجهات ذات العلاقة بالموضوع، سواء كانوا الوزارات او اصحاب القرار من القيادات العليا من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ايضا لان نكون جاهزين لمواجهة مثل هذه التحديات الخطيرة في المستقبل. الحقيقة ايضا احب ان انوه انه الجامعة التقنية كان لها دور في موضوع اخر مهم جدا، اللي هو نحن مقبلين على كارثة بيئية خطيرة جدا، الا وهو الكلايمت تشينج، التغيرات المناخية. فتعقيبا على كلام دكتورة رزن، اخرجنا بتوصيات وعملنا ملتقى للامن الغذائي من الوزارات ذات العلاقة، وبحضور ممثلي وزارة الزراعة وايضا وزارة البيئة ووزارة التخطيط ووزارة التجارة، وطلعنا بتوصيات رفعت الى الامان العام لمجلس الوزراء بهذا الخصوص. فان شاء الله الجامعة تتبنى الافكار التي تساهم في الوقوف امام التحديات الخطيره اللي يواجهها البلد، وترفعها الى السلطات التنفيذيه والتشريعيه لاخذ القرار، وايضا لتثبت ان الجامعه لها دور كبير من خلال علمائها ومن خلال اكاديميها في المجالات المختلفه والتخصصات المختلفه، وايضا تواكب التكنولوجيا والتطور الحاصل في البلدان العالميه والجامعات العريقة. شكرا جزيلا دكتورة. بالنسبة لموضوع الندوة، هو من المواضيع المهمة ولا سيما في الوقت الحالي، نظرا لخطورة وأهمية الموضوع مثل ما ذكروا الأساتذة. وهذا الحقيقة الموضوع خطير جدا، ومثل ما تطرقت كيف استطاعت العصابات داعش الإرهابية عن طريق نشر وبث التطرف الفكري، واحتضنت العديد من الشباب اللي كان لهم استعداد لهذا الموضوع. فإذا الخرق كبير جدا، والواجب علينا جميعا ابتداء من الجامعات هو توعية هذا الجيل بهذا الموضوع الخطير جدا اللي أشرت إليه. ومشكور حضرتك على هذا المحاضرة القيمة، اللي الحقيقة الجميع الموجودين تقنيين ومبرمجين ما نوهوا إلى هذا الموضوع، بس حضرتك سلطت الضوء على هذا الموضوع، وخصوصا أن الجامعات هي التي تخرج هذه الأجيال. الحقيقة فقط لضيوفنا الكرام، الجامعة التقنية الشمالية خرجت خلال هذا العام فقط 10,197 خريج، فإذا يقع على عاتقنا حماية هذا الجيل وهؤلاء الشباب من هذه الأفكار المسمومة ومن هذا التطرف الفكري اللي بالتالي سوف ينعكس على المجتمع. فشكرا جزيلا أستاذ وضاح، والحقيقة كان لك مداخلة قيمة عن طريق هذه المحاضرة، وندعو أيضا إلى كثير من المحاضرات التوعوية وخصوصا لهذا الجيل وشريحة الطلبة في هذا الموضوع التطرف الفكري والإرهابي، اللي هو سوف يكون له مؤشر على المجتمع. وايضا الجامعه التقنيه الشماليه كان لها دور في اقامه العديد بالتعاون مع القوات الامنيه في المحافظات الثلاثه باقامه الشرطه المجتمعيه وايضا الامن الوطني وايضا العلماء الدين في هذا المجال، في مجال التوعيه والتثقيف من ناحيه التطرف الفكري والارهابي. شكرا جزيلا استاذ وضاح. ايضا نحب ندعو اللواء الشرطه الحقوقي الاستاذ علي مطشر حسين العبيدي نائب قائد شرطه كركوك لمداخلته على موضوع مهم جدا، الا هو موضوع المخدرات
آلية نشر هذا الموضوع اللي دا ينتشر بشكل كبير جدا. وأيضا أنوه لسيادة اللواء أن الجامعة التقنية الشمالية لها فرق خاصة من الأكاديميين المختصين في هذا الموضوع بإقامة العديد من الورش والندوات التوعوية للطلبة بشكل مستمر، وأيضا دوائر الدولة بالإضافة إلى الأقسام الداخلية أيضا عندنا بهذا الجانب توعية وتثقيف لأبنائنا الطلبة. فأترك المداخلة.